بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله تعالى وتوفيقه، انطلاقة ثاني أشواط هذه الفترة الصباحية للإذاعة القعدان. المسافة هي 6 كيلومترات مسافة وانطلاق هذا الشوط، السيارة التي رصدت لصاحب المركز الأول في هذا الشوط. إذا انطلاقة موفقة بأسماء تتميز بانطلاق وبمشاركة بميدان التحدي الذي احتضن هذه الشعارات للمشاركة والمنافسة القوية. مقدمة الشوط هناك الصدارة والمنافسة على المراكز الأولى دائما، الانطلاق الصباحي مع المقدمة ومع شاهين لناصر محمد بن زايد المنصوري، هو من يتواجد على المقدمة وعلى الصدارة مع هذا الإعصار الغربي الذي انطلق بمقدمة الشوط وقائدا لزمام الأمور بهذا الشوط. المركز الثاني شاهين تعود ملكيته لسعادة حامد بن علي بن مايقة الإحبابي، من يتواجد بانطلاقة أيضا شاهين مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعا أيضا لهذه الانطلاقة ياسر بن غدير المحاربي اللي يتواجد متابعا لانطلاقة شاهين من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك ملفت وتعود ملكيته السيد راشد بن محمد بن سلطان، هو من يتواجد ايضا على المركز الثالث. والمركز الرابع ننتقل مباشرة الى العابر، من يعبر الى رابع المراكز وتعود ملكيته سعيد بن محمد الشامسي على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس ايها الاخوة مشاهدينا متابعينا الكرام، الغربي للسيد خليفة بن خميس السويدي على خامس المراكز. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا ايها الاخوة، الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز الاولى، نداءنا الاول. ونعود وياكم الى مقدمة الشوط الى شاهين. انطلق شاهين من بداية 6 كيلومترات ولا زال مسيطرا على مقدمة الشوط وعلى هذا الانطلاق الذي ينطلق مع المركز الاول لناصر بن محمد بن زايد المنصوري، هو من يتسلل، هو من ينطلق، هو من يتصدر هذه الاعداد الهائلة وهذه الشعارات التي تتنافس بانطلاقة هذا الشوط، الشوط الاول للجداع القعدان بمنافسة قوية ومبدعة مع شعارات ابناء القبائل ومشاركتهم بميدان التحدي وبهذا المهرجان، المهرجان الكبير الذي يقام تحت رعاية سيدي حضرتي صاحب السمو امير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. المركز الثاني ننتقل مباشرة الى شاهين وتعود ملكيته لسعادة حامد بن علي بن مايقة الاحبابي مع شاهين هناك، ومضمرها ياسر بن غدير المحاربي الوهيبي، ياسر بن غدير الوهيبي اللي ايضا يتابع هذا الشعار بانطلاقة شاهين لسعادة حامد بن علي بن مايقة الاحبابي، هو من يحتل المركز الثاني. ننتقل مباشرة الى الغربي للسيد خليفة بن خميس السويدي مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع ملفت لراشد بن محمد بن سلطان بن سلعان، يا سلام، ايضا يتواجد بن سلعان مع هذه الانطلاقة الصباحية ومع هذا الشوط الذي يتميز بهذه الشعارات للمنافسة القوية. بشوطنا الاول هناك من يتسلل ايضا من الجانب الايمن بانطلاقة والتغيرات الجارية دائما على المراكز المتقدمة، يا سلام. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك الانطلاق، هناك المنافسة، هناك الابداع بهذا الاداء الجميل وبهذه الانطلاقة المتميزة والمبدعة بهذا الشوط. ولكن بعود مع شهيد، بعود مع شهيد المنطلق من بداية 6 كيلومترات. هناك 3 كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، عن نهاية هذا الحدث
الهام الذي يجمع هذه الشعارات بهذا الشوط. هناك المقدمة، ولكن والله من غير ايضا شاهين لسعادة حامد بن علي بن مايكة. الاحبابي وياسر بن غدير الوهيبي من يتابع انطلاقة شاهين الذي غير على المركز الاول بهذا الشوط. المركز الثاني ايضا شاهين لناصر بن محمد بن زايد المنصوري من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث. الغربي لخليفة بن خميس السويدي هو من يحتل ايضا المركز الثالث. اذا هناك الشعارات القادمة والتي تتنافس بهذا الشوط. هناك اسامي ما بعد حان وصولها بهذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل. المركز الرابع هناك من يصل بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة القوية. هذه بالفعل الشعارات التي تصل للمنافسة، ودائما هي من تتسلل من موقع الى موقع الى المقدمة الى الصدارة لنيل ناموس هذا الشوط. وهناك الاسامي بعد التي تصل ايضا لهذا الانطلاق المتميز. اذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك اللي وصل على المركز اللي يتسلل في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع من الجانب الايمن. هناك الذيب لراشد بن ناصر بن مشيط المري، يا سلام، يصل بهذه الانطلاقة وبهذا الابداع الجميل مع هذا الشعار الذي دائما يصل للمنافسة. ويصل بن مشيط مع انطلاقة الذيب، وكن ذيبا يا الذيب قبل ان تاكلك الذئاب. هناك المركز الخامس سمران لسعد بن عبد الله بن شريف من يتواجد بالمركز الخامس. اذا نكتفي بهذه الاعداد الخمس، المراكز الاولى التي اذعناها على حضراتكم، ونعود مع مقدمه الشوط، نعود مع المركز الاول مع هذا الانطلاق مع الصداره وشاهين لناصر بن محمد بن زايد المنصوري هو من يحتل المركز الاول. ولكن وصل الذيب احد الاسامي المرشحة بهذا الشوط. الذيب لراشد بن ناصر بن مشيط المري يصل للمركز الاول، تسلل من موقع الى موقع، والان هو من يتصدر هذه الاعداد. وبالفعل هناك انطلاقة الذيب مع مقدمة الشوط. يلا يا اخوي راشد تابع وركز. هناك الذيب مع المقدمة لراشد بن ناصر بن مشيط المري من يتواجد بانطلاقته المتميزة بهذا الشوط. ثانيا يصل شاهين، هناك شاهين لناصر بن محمد بن زايد المنصوري، والمركز الثالث راهي تعود ملكية السيد سالم بن عبيد المهيري يتواجد ايضا بهذه المنافسة وبهذا الانطلاق. المركز الرابع الغربي لخليفة بن خميس السويدي مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك شاهين لسلطان بن جراح الاجتبي مع خامس المراكز. هذه نتيجتنا يا الاخوة، هذه نتيجتنا. وبعود مع مقدمة الشوط، اعود مع مقدمة الشوط. الله 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 يا سلام، انطلق مشاهدينا الكرام، انطلق الذيب، الضيف العاني من دولة الامارات العربية المتحدة من ميدان الوثبة من عاصمة الميادين يشارك بهذا الانطلاق. ابدع وانطلق مباشرة مع المركز الاول للسيد راشد بن ناصر بن مشيط المري، يا سلام، انطلق بن مشيط. وقلت لكم ان احد المرشحين بهذا الشوط، وبالفعل 10 على 10 يا اخوي راشد. انطلق الذيب وبالفعل تميز وتصدر هذه الاعداد. وهنا تهانينا والف مبروك لراشد بن ناصر بن مشيط المري بفوز الذيب بالمركز الاول وحصوله على مقدمة الشوط وحصوله على ناموس الشوط. تهانينا لأهالي ميدان الوثبة بفوز الذيب في المركز الاول. هذه لحظات وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني هناك من يصل راهي لسالم بن عبيد المهيري، ولكن نعود مع الذيب. تهانينا والف مبروك لراشد بن ناصر بن مشيط المري بفوز الذيب في المركز الاول. المركز الثاني راهي لسالم بن عبيد المهيري، المركز الثالث شاهين لاحمد بن سالم الشرقي، المركز الرابع شاهين لخلفان بن علي الغيلان، المركز الخامس من وصل شاهين لاحمد بن محمد الشامسي. اذا تهانينا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للسيد راشد بن ناصر بن مشيط المري بفوز الذيب في المركز
الأول، وبالفعل كان أحد الأسامي المرشحة بهذا الشوط وكان نصيب ناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك. هذه لحظة وصول الذيب إلى المركز الأول وتوقيته الزمني بهذا الشوط. يصل الذيب إلى المركز الأول التوقيت الزمني 9:28، 87 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن ناصر بن شيط المري لحصول الذيب على المركز الأول. المركز الثاني وكان من نصيب راهي، قطع المسافة 9:33، 20 جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن عبيد المهيري. المركز الثالث وكان من نصيب شاهين، قطع المسافة 9:34، 62 جزء من الثانية. تهانينا لأحمد مسهيل الشرقي.